احنا خدامين هنا في ام سوان فهاد الشيء ديال السيرف وفي هاد الدومين هذا كنكيرو لي بلونش كنديرو لي كور ديال السيرف وكلشي. ودابا وصلت الوقت فاش غيحيدو هاد الشيء. الله يجعل بركة. جاو ريبو جاو علمو الناس بداو كيريبو. حنا عندنا واحد المحل ديال الحوايج انا والخال ديالي وهادشي اللي كاين. دابا خالي كاين شي 3 سنين دابا لكن كنخدمو غير مرة فشحال هو ما كاينش هنا كاين برا. وكاين الناس اللي خدامين هنا من 2006 2008 2010 حتى لدابا. ودابا المشكلة هو اللي مبقاش في الباترول. دابا هادوك اللي خدامين هما اللي عندهم مشكل. دابا كاع اللي عنده شي خدمة راه مشات ليه. كلشي كاع الدراري اللي خدامين هنا في السرف كاع اللي كيبان لك هنا راه كيتمعش من هاد البلاصة هادي. كاين اللي كيدير لي كور وكاين اللي خدام كيكري خدام في لي سيرف شوب كيكري مع الناس. وهادشي اللي كاين ما كاين حتى شي بديل. كاين حل واحد هو يديروا لهم شي بلاصه اخرى زعما فين يعاودوا يديروا الشوبات ديالهم باش يعاودوا يخدموا عباد الله. حيت الا جاو سيفتو كلشي راه واش غيديروا الناس هنايا. شحال واحد شحال واحد دابا تدمر هنايا. شحال واحد دابا مشات ليه الخدمه. كل شوب كتلقى فيه اربعه الناس خمسه. كاين شي 20 شوب هنايا تلقى شي 100 واحد دابا تمشي للخدمه ديالو. وملي بداو هاد التريب هذا دابا حتى التوريست نقصوا كلشي مشى. كانوا عندنا الناس مريزيرفين داكشي كامل لو تريزيرفا مشى. دابا كاين اللي تجي هنايا كيبقى التراكسو هذا كيعاود يمشي لتغازوت ولا كيمشي لصويره ولا شي بلاصه اخرى. انا البارح كنت خدام طبقات لي شي ثلث ساعه باش نسالي كور عباد الله. بانت لهم التراكس وهما يهربوا مع شافوا التراكس بدات كتريب ما خلاو لي البلانش في الماء وخلاو كلشي يهربوا مشاو فحالهم. هادشي اللي كاين ما بقينا دار نفهموا والو. جاو ريبوا لنا المحل في التحت على البحر الدار ديالنا في تنسكنوا. قلنا ماشي مشكل بانه استغلينا الارض ديال الدوله. قلنا ماشي مشكل. وهذا المشكل دابا اللي كاع اللي بقى فينا الحال هو هذه الارض ديالنا دابا اللي كارين حنا عند الجامعه تنخلصوا ليها الوراق ديالنا وتنخلصوا ليها كلشي ديالنا. جاو دابا حيدوها لينا وما علمونا ما حتى شي هذا الشيء هو فاش بقى فينا الحال. اشنو المصير ديالنا؟ حنا عندنا الوليدات ديالنا عندنا والدينا تنصرفوا عليهم عندنا شحال من حاجه. اشنو المصير؟ واش نمشيو ندو ديال بنادم راه ما عمرها ما غتكون. اوديها هما تشوف فيهم كاملين الدراري اللي خدامين معنا كاملين بينا وحنا ما كاينش هنا ما تنخدموش شي واحد يخدم عند شي واحد تنخدموا كاملين تنعيشوا كاملين. ها هو هذا خدام معايا خدام معايا شحال من واحد في الدراري هنا تنعيشوا تنترزقوا على الله اللي صورناها نكونوا بخير وعلى خير تقسموا على بعضياتنا عايشين بخير وعلى خير. ما عرفناش المصير ديالنا والله ما عرفنا. عندنا الرواسه باش تنخلصوا عندنا كل شيء شتي اقسم بالله شتي ديك الدار اللي على البحر والله ما بقات فيا بينا وتنقول هانيه داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى عشنا في ارض ديال الدوله النهار فاش بغاوها بصحتهم. هاد المحلات علاش كراوهم لينا حنا وغيجيو يديهم هادشي اللي بغيت نعرف. وما علمونا ما قالوا لينا والو. والمشكل هو نصبوا علينا كونها ما نصبوش علينا نصبوا علينا الناس ديال الجماعه نصبات علينا نصبات علينا ديال بصح من ناحيه باش ما بيتي ما علموناش ما قالوش لينا اشنو كاين. وهما فاش تتمشي تتبي تكاتب على شي محل تشريه هنا ولا شي حاجه تيخليوك تشريه علاش؟ لانه هما اللي كانوا المحلات في سميتهم اصلا. الا جيتي الكامل هادشي دوك المحلات هادو كاملين كيف هاد الكيوسكات هنا كانوا في سميتهم باعهم للمواطن. انت عرفتي هاد المحلات غيتحيدوا هادو كانوا ديال الجماعه وتباع. وما عرفتش قال لك صيفطوا لنا الورقه فيها غير لي فراغ صافي فراغ خوي المحل ديالك صافي. اشنو غتخوي اشنو غدير اشنو غتفعل اشنو غترك ما عرفتش والله ما بقيت فهمت حتى شي حاجه. الى لا اله الا الله محمد رسول الله تنطالبوا من جلاله الملك يشوف لنا شي حل وصافي. ما تنطالبوا من حتى شي واحد يعطينا شي 4 دريال ما بغينا حتى شي واحد يعطينا شي حاجه. بغينا جلاله الملك يشوف لنا شي حل يشوف لنا شي حره. لا اله الا الله محمد رسول الله. بيير نيكولي مون فيس مالوروزمون ايت ان فرانس جو لوي ابري لا نوفيل افونتيير اون الي سو تروفي est obligé de tout casser. On a eu une lettre 48 heures avant sans nous dire quand ça allait être démoli. Et on nous a dit non, désolé, c'est 48 heures, vous devez avoir tout cassé. Alors moi je veux bien, mais je crois que le minimum des choses, c'est au moins de nous dire, voilà, un mois avant, deux mois avant, faites attention, on va tout casser. Mais vous n'en faites pas, on va soit vous indemniser, soit vous replacer quelque part. Moi, mon fils paye les taxes auprès de la commune, hein, la location de la place, le compteur d'eau est au nom de mon fils, le compteur d'électricité est au nom de mon fils, j'ai payé le registre du commerce, il est inscrit, il paye ses taxes,
il payait ses salariés, que malheureusement j'ai été obligé de licencier hier, c'est catastrophique. Toute l'âme d'Ipswan est en train de partir. On ne fait pas aux gens 48 heures avant, on ne dit pas aux gens allez vous partez, vous cassez tout. Le montant d'investissement ici que mon fils a fait, c'est plus de 20 000 euros. Il n'y avait rien ici. C'est perdu. Qu'est-ce qui va nous indemniser? Personne. C'est inadmissible. Regardez tous ces gens-là. Ça. Là, il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont se retrouver au chômage. On ne fait pas ça aux gens. C'est inhumain. C'est clair. J'en ai le... قال غير هذا برا داك الغلاد يعني يريبوا هذا الشيء يعني هاد الناس ما بقاش عندهم فين يمشيو اللي عنده شي دار في لوطوسما ولا شي حاجه راه غيمشي عاوتاني يعني ترزق عاوتاني تما بحال يعني راه هنا دابا غادي الدومين ديال لامارين حيدوه يعني دابا هنا غادي يولي لا كورنيش من بعد الخدمه غتكون في الفوق في لوطوسما يعني من هاد الطريق من هاد الطريق الصغيره للفوق راه غتولي الخدمه تما دابا حاليا راه هاد الشيء مشى يعني الناس مع حاجه واحده اللي داروا ما علموهمش بكري يعني ما علموهمش حتى الدقيقه الاخرى يعني جاوا بحال جاوا اليوم قال لك غدا ما نلقاوكمش والناس عندهم هنا السلعه كثيره ما عندهمش شي حاجه اللي هي غيهزوا ويمشيو كاين اللي عنده حوايج هنا كاين اللي تيبات هنا كاين اللي ساكن هنا اصلا شحال من عام وانتم خدامين هنا هو راه فوق من 20 عام فوق من 20 عام ما بالنسبه لي انا ما خدمت معاهم الا واحد 6 سنين بحال ما هكاك واحد 6 سنين عند انا ولد هنا وين اللي خويت هنا ما كنتش خدام هنا كنت مستقر في واحد مدينه اخرى